أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان الناس وهدى وموعظة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ده بيان من الله عز وجل بداه بالآية الكريمة بيقول هذا بيان للناس فالناس تسمع. ده بيان رباني. أسمعوا الله عز وجل بخاطبكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الناس ما سمعوا بيان الله عز وجل اسمعوا تاني بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين أعوذ بالله السميع السلام عليكم كيف أخباركم إن شاء الله بخير كيف أحوالكم نسأل الله الرحمة والقبول للفقيد الشهيد بإذن الله محمد عبد الفتاح البرهان ونسأل الله أنه يثبت عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال يا رب العالمين 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 اللهم اوسع في قبره 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 يا رب العالمين اللهم انير قبره بنور وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم انير قبره بنور وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم انير قبره بنور وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم انير قبره بنور وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم أبدل سيئاته حسنات يا رب العالمين اللهم أبدل سيئاته حسنات يا رب العالمين اللهم بجودك وكرمك وعطفك ومنك يا رحمن يا رحيم اللهم نسألك بنور وجهك الكريم أن تغفر له يا رب العالمين اللهم ثبته عند السؤال يا رب العالمين اللهم ثبته عند السؤال يا رب العالمين اللهم ثبته عند السؤال يا رب العالمين اللهم انزل السكينة في قلوبه والديه يا رب العالمين اللهم ثبتهم يا رب العالمين اللهم يقينهم يا رب العالمين اللهم ثبتهم يا رب العالمين اللهم ثبت والديه يا رب العالمين اللهم ثبت والديه يا رب العالمين اللهم ثبت والديه يا رب العالمين اللهم ثبتهم يا رب العالمين اللهم ثبت والدته يا رب العالمين وانزل السكينة في قلبه يا رب العالمين نورا ورحمة يا الله اللهم تقبله عندك أحسن القبول يا رب العالمين وتقبل شهداء القوات المسلحة يا رب العالمين وأوسع في قبورهم يا رب العالمين وأنرها بنور وجهك الكريم يا رب العالمين ونزل السكينة والرحمة في قلوب أهلهم وذويهم يا رب العالمين وانصرنا بهم نصرا معززا يا رب العالمين في المعركة معركة الكرامة بنقدم في الغالي والنفيس حقيقة وفي آيات الله عز وجل كلها بتتكلم عن التمحيص والتمحيص ده أقصى درجات الاختبار والله عز وجل يعني
ابتلانا في كل حاجة هنا في المعركة دي، معركة الكرامة. والمتتبع للقرآن وسنة الله عز وجل بتلقى الآية بتقول لك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني انت متخيل انك حتدخل الجنة كده؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، عمل حصل لهم شنو؟ القبانة مستهم البأساء واحد، والضراء اثنين، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كل الحاجات دي اختبارين، اختبار في انه انت دار تدخل الجنة دي كيف. احنا بننسى الحاجة دي طبعا، فالله عز وجل بيذكرنا وضرب مثال قريب ما بعيد في الأمم السابقة. يعني انت لما تقرا الآية انه الأقوام القبلنا مستهم البأساء والضراء بتتذكر سيدنا موسى وصالح ويوسف ويونس، ولكن الله عز وجل ذكرك بالأمة السابقة في العهد القريب، يعني انه دل حتى يقول الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ذاته والذين آمنوا معه دل الأصحاب بيعة الرضوان، وفين 10 مبشرين بالجنة وفيهم الطبقة الأولى من الصحابة نزلت فيهم آيات، فيهم سيدنا أبو بكر تكلمت عنه آية الهجرة وذكروا الله عز وجل أنه ده صاحب النبي. ديل كلهم بيقولوا متى نصر الله، يعني انت الزعزع اللي بتحصل لك والسؤال اللي بيحصل لك في الاختبار الحقيقي وفي التمحيص وفي الاختبار بتاع المحنة، المحنة ما بتأدي ليها لك اصلا، خدت الحاجة دي في راسك. الله عز وجل كل الاختبارات في الدنيا قال بشيء من الخوف، بشيء من الجوع، بشيء نقص الانفس، بشيء نقص الاموال، ما بتنقص كلها، ما بتنتهي كلها، ما بيموتوا الناس كلهم، ما كلنا بنجوع. قال بشيء عشان تتذكر، بشيء الفتك بحاجة صغيرة كده. ده كل البلد حرقت يا صرفة، الله قال بشيء. ده كله ده شيء، اي ده شيء الاصل قاعد، الكمية الكبيرة قاعدة. قال بشيء، والله الناس جعانة، الامم المتحدة بشيء، والله الناس ماتوا في الجزيرة وفي الخرطوم بشيء. بعدين الناس، الناس كلها خايفة مرعوبة بشيء، ما كلنا خايفين. الله 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 قال لنا كده، قال كده سنته في الاختبار كده. الامتحان ما بأدي والمحنة ما بتأدي للهلاك، وإلا كان زول حيعرف نفسه كيف. فإحنا في معركة الكرامة دي معركة حقيقية، معركة بتاعت انتصار. شفنا فيها الخوف وشفنا فيها الجوع وشفنا فيها نقص الأنفس والأموال والاختبار، وصلنا في كلنا. احنا بنعاين لرموز. انا شخصيا بتكلم عن نفسي في المعركة دي، لما كانت واضح انه الناس مزعزعة وما عارف اتجاهها وين، احنا قلنا والله الجيش يقف لحد من يومنا اللي احنا بدينا نتكلم وبدينا نكتب. احنا دارين الحق ينتصر، وكنا بنقوم في القوات المسلحة، وهي دي المؤسسة الوحيدة المفروض تقعد وتفضل وتستمر وتنتصر. لما بالنادي وما كان حول نزول، فكان كنا بنحتمي بحما المكعجي بالهادي، وده اختبار لنا احنا ذاته، يعني انا لي شخصيا فقد المكعجي بالهادي ده اختبار كبير كان. وبنتأسب الآية وما كان محمد، أو الله عز وجل بخاطبنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. في طريق الحق لما يموت القادة قدامك أو المسألة هي اعتقاد في الله عز وجل مش في القائد اللي قدامك وبس. الآية دي لما نزلت قال مصعب بن عمير، سيدنا مصعب بن عمير في معركة أحد، طلعت فرقة قالت النبي قتل، قالوا احنا نخد سيوفنا اذا كان صاحب الدعوة والراية وداعي الاسلام مات فمعناها الدين ده ما حيستمر. خدتوا سيوفهم ورجعوا وطلعوا من الدين وانسلخوا في المعركة شغالة. وفي ناس قالوا والله يا اخي دي اشاعة، النبي لا يمكن ان يموت. واصلوا سيدنا مصعب بن عمير قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما كان محمد إلا رجل. أفإن مات أو قتل، الآية دي ما كانت نزلت، قال سيدنا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير اللي استشهد في المعركة وهو موقن إنه النبي استشهد، ما في زول كلمه قال له لا محمد صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وهو موجود حي، لا ما في زول كلمه. مصعب بن عمير رفع سيفه، الوقت ذاك كل الآيات والصورة المكية كانت نزلت، خلاص هو وصلته آية إنه الأنبياء ديل ممكن يموتوا في طريق الحق والدعوة تستمر، ما بنتراجع ما بننكسر. لما نحن بدينا المعركة دي عجيب الهادي كان قيادة وكان حامي وكان صاحب الدعوة للمقاومة الشعبية وتبناها، كنا بنقول له يا سيد عجيب يعني في 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 مجموعات من القبائل في الجزيرة وفي مدني وفي دارفور والجماعة دي واقفين مع الجيش، فقام كون الهيئة العليا لدعم القوات المسلحة، كنا ساندين ظهرنا بالمقع عجيب الهادي، والله ما كنت شغال بيزول. الناس بيقول لي يا اخي جيش كون دار تطلع الناس التفويض ودار تمرق الناس جمعة الغضب، هو كان راضي عن المسألة دي واقف فيها ساندة. فلما بدت المعركة دي واستشهد يعني احنا عارفين يد الغدر واصلاه، وبداية من اعلانه انه في المؤتمر الصحفي يوم الثلاث انه يوم الاربع حيقفل الخرطوم رقد المستشفى، احنا متيقنين انه في طريق الحق ده حنقدم رموز. الرمز الثاني هو البرهان ده بالمناسبة، يعني البرهان ده الثبات اللي فيه الزول ده احنا لازم نتعلم منه بالمناسبة، يعني الثبات اللي فيه الزول ده كلنا احنا في السودان ده قصرنا في حق البلد، وكلنا احنا بنتحمل ضياع السودان، وكلنا احنا طريقتنا في التعامل مع المشاكل اللي هي مفت الشماعة احنا دارين نغير الحاجة دي. والله البلد دي ضاعت لانه يا اخي القياده بتاعت الجيش او القوات المسلحه او البرهان او البشير واحنا الكتار كنا بنعمل شنو؟ احنا كنا وين؟ لما السودان ده بضيع قدامنا في مليون طريقه الحس قاعدين نستخدمهم ما استخدمناهم زمان. ليه؟ ليه زمان ما شلنا سلاحنا في وجه الظلم؟ ليه زمان ما كنا متوحدين بدون قيادات مبيوعه او منصات خارجيه؟ ليه كنا بنسمع لقادة الأحزاب وما بنسمع لروح نحسي؟ ليه المواسير اللي قدامنا دي والكهرباء المقطعة زمان ما كنا بنصلحها ونقعد نكتف يدينا في ظل الشجرة ننتقد في الحكومة ننتقد في الدولة ننتقد في التقصير؟ ليه حسي احنا لما نقول دارين نصلح بنصلح ودارين نقيف بنقيف دارين نحمي بنحمي دارين نعالج بنعالج؟ ليه كنا ما بنعمل كده؟ أنا من رمزيات المعركة بتاعت الكرامة ثبات الزول ده ذاته، يعني المعركة دي لما بدت بدت في بيته، بدت في الأوضة بتاعت النوم حقته. والناس ما بتتذكر الفيديوهات اللي كانوا طلعوها الدعامة، جابوا الصور بتاعت هو الزول ده كان في 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 زياراته لما كان ضابط البرهان ده، طلعوا له صوره بتاعت الزواج، دخلوا له أوضة نومه. الزول ده مفروض ينكسر ويتراجع واحنا بنعايل له. اللحظة دي كل الشعب كان ضده محمل المسؤولية رغم انه هو البيت بتاعه اللي اتحاصر.
كنا ممكن نتعامل بالعقلية اللي كانت بانياها الحرية والتغيير والعقلية الإعلامية اللي بانيها الدعم السريع في معركته، إنه إحنا حنجي نقول البرهان ليه سمح للدعم السريع يتمدد، والمعركة كانت شغالة وبيوتنا تنتهك وأعراضنا تنتهك وبناتنا بيغتصبوا، ممكن نجي نقيف نقول ليه زول ده هو عمل، هو كان بيسمح في الكلام ده ذاته، هو مهدد، أسرته مهددة، ولده مهدد، بناته مهددين، زوجته مهددة، أخوانه مهددين، بيته مهدد، هو كان ثابت في الحتة دي. أنا إحنا بنعاين بنستغي، أنا شخصيا بعاين الثبات بتاعي ده، الناس بيقول لي أنت ثابت، وأنا بشوف يعني المحن اللي بيتعرضوا ليها الناس، وبشوف تصرفهم وبشوف اختبارهم وقوتهم. الحادث بتاع محمد عبد الفتاح البرهان الفقيد الشهيد بإذن الله، الحادث ده هو انت لو شفت الفيديو بتعرف انه مدبر، يعني الطريقة اللي لفت بها العربية ضربته واضحة، ما داري دريز عصر وامتدادة يا دي الغدر، واحنا ما شفنا رئيس دولة ولده بيعمل حادث اصلا، ما شفناها، وما شفنا رئيس دولة ولده بموت، دي ما شفناها لا في السودان ولا برا السودان، ما بتحصل، ولو حصلت بيحصل فيها إبادة للشعب زي اللي حصلت في سوريا ولد بشار الأسد اسمه باسل ده، انتو تاريخ يعني انتو ما عارفينه. أول حادث اللي حصل لعدي صدام حسين الواحد ضربه طلقة، العراق دفع ثمن الحاجة دي، أبهات انتقموا من شعوب انتقامه، هو لما بقى كويس وبيتحرك ويده كان فيها إصابة عديدة ما خلى زول في العراق، كان بيلف بعربيته بيمشي الأعراس بالنساء، بيلقى العروس بسوق العروس والعريس قدامهم بيقول له أنا هدخل عليها قبلك وتكون واقف حاضر، انتقم منهم انتقام عجيب، كيف ولد رئيس يصاب وكيف ولد رئيس يموت وكيف ولد رئيس الشعب يطلع ضده، دل دوغوا شعوب ال 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 الزل وسقوهم الزل لحد الليل. فالحادث اللي احنا شفناه في تركيا ده بالنسبة لي هو ما لو يد للبرهان، الطريقة بتاعت الحادث دي لو كانت إصابة خفيفة طلقة في الرجل طلقة في اليد ممكن يقول له نرسل لك رسالة، زي لما العصابات تخطف زول بيقوموا بيقطعوا الأصبع القدام بيرسلوا للأبو ويقول له ياخد الأصبع المرة الجاية الرقبة، لكن هم هنا ما رسلوا للبرهان رسالة إن إحنا والله أنت لو ما مشيت في خطنا إحنا هنعمل لك، لا لا لا، هم قتلوا انتقموا منه لأنه زول ده تاني ما عنده رجع، وإحنا الشعب ده واقفين وراه وما بيقدر يرجع، ولا إحنا بنرجع ولا في زول حيتراجع. المعركة دي إحنا دفعنا فيها أتمان بتاعت إنه إحنا نعيش أحرار، التمن اللي احنا قدمناه ده ما تمن بتاع تفاوض واستسلام، ما نهاية المعركة دي ان احنا نقعد مع الدعم السريع او الحرية والتغيير او تقدم او الدول اللي احنا محاصران، لا لا، التمن اللي بندفع فيه في المعركة دي ده تمن بتاع كرامة وتحرير، وده تمن بتاع انتصار، ما في اثنين ثلاثة، ما في اي اثنين ثلاثة، كل ما تزداد المحنة وتشتد المحنة احنا عودنا بقوة، كل ما أس المعركة دي من بدت والزول ده استهدف ولده مفروض، والله أول مرة كنا سمعنا إنه هو داري يقعد معاهم في جدة، في جدة الزول ده بيطلع قدامنا عديل بيقول لنا أنا ما عندي حاجة في جدة، لكن إعلام الحرية والتغيير بيقول لنا البرهان بتواصل معانا، البرهان بيرسل لنا، البرهان بخاطبنا، لما نقنعوا منه تماما انتقموا منه، ده انتقام، اللي حصل لمحمد ده اسمه انتقام، دي ما رسالة للبرهان انه اصحى، دي ما رسالة للبرهان تعال اقعد في المنامة، دي ما رسالة للبرهان استجيب لضغوطات الايجاد، لا لا لا، ده انتقام، انتقام لانه قنعوا، تاني ما عنده حاجة، قنعوا عديل، الزول ده هم يتعاملوا معاه معاملة بتاعت قناعة، انا قاعد اشوف الثبات بتاع الزول ده مر بمرحلة ثورة ومر بحكومة انتقالية كلها خونة ومر بانقلاب ومر بحرب في 4 سنين في تاريخ السودان في تاريخ افريقيا في تاريخ العالم، ما في زول حصلت له الحاجة دي وثبت، لا لا ما بتثبت، ما ثورة ويطلعوا لك الناس ضدك ويهتفوا ضدك حتى الوزراء حقينك، انت تاني يوم بتقدم استقالتك، هو كان ثابت.
عملت تغيير وزاري سموه انقلاب وثابت. جاتك بحثة أممية وقعدت معاك قعد معاك فوكلر هو ثابت. جوك سفرة بيتحكموا في الدولة وبيتحكموا في حكومة حمدوك هو ثابت. جات بعديها حرب ودخلت بيته أول بيت هو ثابت. ثابت ولا ما ثابت؟ أنت ما لا يمكن تنكر الكلام ده. أنت لا يمكن تنكر الكلام ده. كل الوسائل بتاعت الضغوطات مورست على الزول ده وهو ثابت. أخيرا ولده وثابت وما حيتراجع. وآخر كلام بيقول فيه امبارح وأول امبارح إنه من برجدة ده أخوانا الدعم السريع نفذ اللي اتفق عليه ومرحب، ما نفذ وأنا ما عندي له حاجة. وده رأي الشارع وده رأي الشعب، وشفتوه قاعد في الشارع، شفتوه قاعد في 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 في, في الأرض، شفتوه قاعد في الأسواق، شفتوه قاعد مع المواطنين. ما غير كلامه والمواطنين مؤمنين انه زول ده ما حيغير كلامه، واحنا ما بنسمح بالحاجه دي كشعب. احنا الشعب السوداني ما حنسمح بالحاجه دي. دليل على اشتداد المعركه واشتداد ضغوطات الحريه والتغيير، في دليل واحد انا حبس حقوله لكم. دليل واحد داركم تسمعوه عشان الناس تستوعب انه المعركة دي كان شكلها شنو. الكلام ده بتاع خالد سلك. خالد سلك في قناة العربية سألوا المذيع قال له انت ما بتعترف بشرعية كده واضح؟ سامعين انا واضح؟ رجعنا. كده الصوت واضح؟ اخذ له وقفة كده. رجع كويس، الناس بيقولوا رجع. طيب ال 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 المذيع سأل خالد سلك قال له انت بتعترف برئيس مجلس السيادة، بتعترف بقائد القوات المسلحة، بتعترف بحكومة شرعية في السودان؟ قال له ما بعترف. قال له ما بعترف. احنا عشان بس نعيد الكلام تاني في حتة محددة، دارين نتأكد من انه البرهان ده ماشي في طريق صحيح، وانه الاعلام المضاد اللي بتقوم به والحرية والتغيير في فصل العلاقة بين الشعب السوداني والقيادة حقته، دارين نتأكد انه الحاجة دي ما حاصلة، ودارين نتأكد انه البرهان ده لا عنده تواصل مع الحرية والتغيير، ولا عنده تواصل مع خالد سلك، ولا عنده تواصل مع منامة، ولا عنده تواصل مع الدعم السريع، ولا عنده تواصل مع المتآمرين ديل. في السنة دي كل يوم بيطلعوا لنا بانه يا اخي البرهان متواصل والبرهان عنده علاقه. احنا دارين نشوف الحاجه دي بيان بالعمل، نتاكد منها. اول حاجه تعال نسمع الكلام بتاع خالد ده، مفجر الثورات خالد سلك، ومفجر هاشتاج وثوره تفويض القوات المسلحه الليله. بنشكر خالد سلك لدوره ولكلامه في 55 ثانيه بس، والاحنا بقى عندنا القدره نحول ال 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 ونصنع ونخلق الاوضاع زي ما هم عندهم الفوضى الخلاقه، احنا عندنا الترتيب الخلاق. يعني قال له كلام في 55 ثانيه، السودان كله في خلال اسبوع والاسابيع الجايه طلع فوض القوات المسلحه في الميديا الكترونيا وفي الميدان، وحيشوف الحاجه دي هو الأثر في الميدان حقيقة. فهو في 55 ثانية برأ البرهان بطريقة هو ما فاهمة. هو قال كلام في لحظة زعل، لكن بنوريه إنه أمر المؤمن كله خير. الحكومة في السودان لا يوجد مجلس سيادة في السودان، والشرعية المفقودة
لو تمنحها روسيا بأي جهة من الجهات؟ أنتم لا تعترفون بالبرهان كرئيس لمجلس السيادة، أنتم في تقدم لا تعترفون بالبرهان كرئيس لمجلس السيادة وممثل عن الدولة السودانية؟ نحن لا نعترف بأي حكومة في السودان، ولا يوجد حكومة شرعية في السودان، هذا هو حقائق الواقع. من الأفضل للسودانيين أن يتوجهوا عوضا عن التنازل في شرعية، في حين أن الدولة نفسها تمر بحالة انهيار شامل. الأفضل للسودانيين أن يتوجهوا لإنقاذ دولتهم إلى الحفاظ على كيانها، ومن ثم الاتفاق على ترتيبات ذاتي بحكم. قال له أنت ما بتعترف بالبرهان ده رئيس مجلس سيادة، ما بتعترف بالبرهان ده حكومة شرعية في السودان ممثل للسودان، ها؟ كلام واضح ولا ما واضح؟ خالد السيلك رد قال شنو؟ في السودان لا شرعية لأي، لا توجد حكومة في السودان، لا يوجد مجلس سيادة في السودان، والشرعية المفقودة لن تمنحها روسيا لأي جهة من الجهات. يعني أنتم لا تعترفون بالبرهان كرئيس لمجلس السيادة، أنتم في تقدم لا تعترفون بالبرهان كرئيس لمجلس السيادة وممثل عن الدولة السودانية؟ نحن لا نعترف بأي حكومة في السودان، ولا يوجد حكومة شرعية في السودان، هذا هو حقائق الواقع. من الأفضل للسودانيين أن يتوجهوا. قال ما بيعترف بالبرهان، ولا بيعترف بمجلس السيادة، ولا بيعترف بحكومة شرعية في السودان. الكلام ده رأي خالد السلك اللي بيكفل له الدستور. خالد السلك الآن أول حاجة بيعترف بعدم ديكتاتورية الحكومة وعدم شمولية الحكومة بلسانه. إذا أنت جيت قلت الكلام ده في الإمارات بتلقى روحك ما في، وعند الإمارات مجموعة من الناشطين الواحد فيهم بس بيعترض على التداول الغير سلمي للسلطة، بيقول والله إحنا في الإمارات ندعو للديمقراطية في دول العالم الثالث، محتاجين صندوق بتاع شركة، انتخابات لمدير شركة، بتلقى روحك ما في. المملكة العربية السعودية الأسع هي بتتكلم بلساننا، ومبارح مع المبعوث الأمريكي بيقولوا له والله يا أخي إحنا دارين ننهي الحرب دي الآن. السعودية معتقلة لها ناشطة مرة معتقلينها كاتبة لها تغريدة فيها 37 حرف، بكل حرف مديها سنة وجدد ليها. المرة دي مسجونة حسي بكم 40 سنة تاني ما حتشوف الضوء، لأنها بس اتكلمت عن إنه والله يا أخي السياسات الاقتصادية الوضع في المملكة، مسكوا لها تغريدة واحدة جابوها من بريطانيا. وكالعادة محمد بن سلمان بخدع، زي ما خدع هناك الصحفي، وزي ما خدع كل الناشطين، زي ما خدع الوليد بن طلال، تعال نحن بنساوي المسألة، تعال بيلقى تلقى روحك في السجن، وشيل قروشك امشي اشتري بها لوحة، او اشتري بها يخت امشي يقرشوا في تركيا ب 500 مليون ريال سعودي، 500 مليون ريال. بعدين الناس حيصححوني وحيقول لي 500 مليون دولار، والله يختي في حدود المليار بيدقسوا. لكن الليلة انت بتطلع بتقول والله يا اخي انا ما معترف بشرعية البرهان وما معترف بالبرهان، من حقك ولا ما من حقك؟ من حقك طبعا، ولا في زول بيسألك. والقائمة بتاعت انه خالد مطلوب ما عشان قال الكلمة دي، لانه هو يتآمر على السودان وبطلع معلومات مزيفة، بيقول الطيران قصف، الطيران ضرب، الإرهابيين موجودين في السودان. دارين نجيبوا المحكمة يقول الكلام ده، شافوا وين؟ أول حاجة اعتراف بأنه الدولة دي ما فيها ديكتاتورية، بتقول له أدبكم حول العالم وشايلين جوازات سودانية، ده اعتراف. خالد سيلك مارس حقه ده الديمقراطي في أنه والله يا أخي يشرح لنا أنه هو ممكن يتكلم عن الدولة حقته رئيسة ما في وما فيها شرعية في الدول اللي هو مستضيفاه دي. في قطر ما بتقدر تقول الكلام، ما في مواطن قطري داخل قطر او برا قطر بيمسك له ميكروفون بيطلع في قناة دولية بيقول انا ما معترف بشرعية تميم، ما بتقدر، لا تستطيع، ما بتلقى روحك ولا اهلك ولا امك ولا اخواتك، ما بتلقى اي ذل.
في فرنسا، في بريطانيا، في امريكا لا تستطيع، لا تستطيع. ما تشوفوا التمثيل قدامك ده يجيبوا لك اربع انفار رافعين له اللافته يقول لك داون داون ترامب، لا لا ده تمثيل سهل، لكن في الواقع ما بتقدر تعمل الكلام ده، لا تستطيع. ولا هنا في اثيوبيا اللي بتتكلم عن الديمقراطيه في السودان، ولا حتى انتخابات محمد كاكا. محمد كاكا لقاكم مرشح رئاسي قبل يومين طلع بيقول لهم الصندوق رقم واحد ده حقي كلكم تصوتوا فيه، ما خدت لك كاميرا ابقى راجل امشي صوت في الصندوق رقم اثنين، ما بتطلع من غرفة الانتخابات دي. احنا ادينا خالد سلك ده المساحة انه يعبر عن رأيه ويقول والله انا ما معترف بحكومة او بمجلس السيادة، لكن بنشكره بنقول لكم يا اخواننا عشان تاني ما يطلع واحد من المؤتمر السوداني يقول لك عندنا تواصل مع البرهان. خلاص كده خالد سلك قنع من حاجة اسمها برهان، وخالد سلك كان مؤمل في انه والله الرباعية وفوكلر يشتغلوا ويجمعوا لهم البرهان معاهم في المنامة. خالد سلك الليلة جاءت داكن شهادة ابراء ذمة، قال لكم الزول ده انا ما معترف به ذاته، حيعترف به تاني كيف؟ تاني حيعترف بالبرهان ده تاني كيف؟ حيعترف بالجيش ده تاني كيف؟ تاني ما حيعترف. خلاص هو قنع، وصل طريق مسدود، وصل طريق مسدود انه طلع في الاعلام عديل قال انا الزول ده تاني ما معترف به. خلاص كده قنع تماما. لما يجي واحد من المؤتمر السوداني يسال يقول يا خالد سلك انت ما معترف بشرعيه الحكومه ليه؟ دارين كلام قانوني. خلي خالد سلك بوعيه السياسي وخلي كوادر المؤتمر السوداني بالوعي السياسي يشرحوا لنا انتم ما معترفين، ما معترفين بشرعية مجلس السيادة وبالبرهان ليه؟ ورونا ليه طيب؟ والله لأنه هو يقود الحرب وما دار يقعد للسلام، ده ما عنده علاقة بالشرعية. ده رأي سياسي، هو قال لك احنا دارين نقعد لتفاوض وسلام في حالة خروج الدعم السريع من البيوت، هو ما رفض السلام. هو ما رفض السلام في السودان، هو ما رفض إيقاف الحرب. حتى ليها شروط، من حقه يشترط ولا ما من حقه يا خالد سلك؟ من حقه، هل دي بتنفي شرعيته كرئيس؟ لا، اللي بينفي الشرعية شنو؟ إنه يمسك الوثيقة الدستورية دي يشيلها يدعها برا يجيب وثيقة جديدة، هل البرهان عمل الحاجة دي؟ لا، طيب ما عمل انقلاب في 21 أكتوبر، الانقلاب عمله انقلاب يعني شنو؟ انقلاب على الشرعية، بسموه كده، بسموه الانقلاب على الشرعية. كان في شرعية موجودة، شنو يعني شرعية؟ يعني ورقة متفقين عليها الناس، قوانين مقدسة ما بتتهبش، اسمها الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا. البرهان هبشن؟ أنا بسألك، البرهان هبشن؟ واحدة من الاتفاقات بتاع جوبا والوثيقة الدستورية هي حركات الموقعة على اتفاق السلام، صح ولا غلط؟ جبريل عنده نصيب المالية، الاقتصاد، الشركات بتاعت المعادن والشركات بتاعت البترول ووزارة الطاقة والوزارة بتاعت المالية من نصيب جبريل. شفتوا جبريل ده البرهان شاله برا الوزارة حقته، قصر او ينقص من الخانة حقت الحركات الموقعة للسلام. لو عمل الحاجة دي معناها لغى الشرعية حقته، هل البرهان عملها؟ لا. طيب الشرعية دي بتتمثل في الحكومة المدنية، رئيس وزراء الحكومة المدنية مش عمل الانقلاب بتاع 21 اكتوبر مع البرهان؟ حمدوك لما عمل الانقلاب ده طلع في بيان في قاعة الصداقة قال شنو؟ او في البرلمان قال شنو؟ يوم 17/11 قال شنو؟ قال حاولنا نقعد مع الاحزاب دي وانها اول حاجة نكون برلمان رفضوا، نكون تشكيل حكومي رفضوا، وصلنا معاهم لطريق مسدود وهم بيعملوا في تشاكس حيضيع البلد، فقررنا نعمل الاجراءات الاصلاحيه. قال الكلام ده البرهان؟ لا، قالوا حمدوك. يبقى اللي حصل اجراءات تصحيحيه في 21 اكتوبر، شالوا وزير، خدوا وزير بدله. مبارك اردول ده في زول هبشوا؟ مبارك اردول ده في زول هبشوا؟ الخانه بتاعت مبارك اردول دي في زول هبشه بعد انقلاب 21 اكتوبر؟ مش موقع على اتفاق جوبا؟ مش ده نصيبه؟ في زول هبشه؟ غيروه حسي لعدم الكفاءه، ما لانه والله يا اخي احنا اخلينا بالوثيقه الدستوريه او غيرناها. الليله مجلس السياده بيطلع بيان بيقول الخانه حقت الهادي ادريس والطاهر حجر في مجلس السياده محفوظه للحركات المسلحه، ما كان ممكن عين فايزل
احنا ما بننبح دارين حكومة حرب ومجلس سيادة بتاع حرب هبشة. يبقى الشرعية حقت البرهان اللي بتكلم عنها خالص سلك باظت وين؟ خربت وين؟ خربت كيف؟ دار افهم انا. ما دارين كلام بتاع قانون. لكن خالص سلك لانه ما عنده الاجابة ما بيقدر يجاوب. بيطلع بيقول كلام بتاع شوشرة. بيطلع بيقول كلام عاطفي. الكلام ده بالقانون كلامه غلط. البرهان عنده شرعية ومجلس السيادة عنده شرعية بنفس الوثيقة الدستورية الموقعة معاهم خالص سلك. خالص سلك زحوه لانه طلع زول باطل. بس ما اكتر من كده يعني. ولا كلام كتير ولا وصف سياسي ولا خيانة ولا بيع دماء شهداء ولا 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 اي حاجة. خالص سلك زول باطل. قال لي يا اخي ما شغلتك. زحوه حميتي. محمد الفقيه طلع قال انا احنا ما بنقدر نتخذ قرار في وجود العساكر في مجلس السيادة لانك باطل. باطل بس ما قادر انت. سندك والواقفين معك كانوا شعبك بتتبتر عليهم بتاكل في حقهم بتضيع في دماء شهداء محمد الفقيه ما لقى زول يقف معاه ضد الدعم السريع. في النهاية مش وقع مع الدعم السريع لانك باطل بس. التفويض والشرعية اللي عند القوات المسلحة وعند مجلس السيادة وعند البرهان الليلة سبحان الله في ليلة مباركة في يوم مبارك يوم الجمعة قبض الله فيه روح محمد البرهان. سبحان الله الليلة آلاف ملايين من الشعب السوداني من أبناء الشعب السوداني مفوضين القوات المسلحة مفوضين البرهان. البرهان ما لي يده من شعبه شعبه ما لي يده منه. ابتلاء وامتحان زي ده في يوم زي ده دي رسالة من الله عز وجل الذي يدبر الأمور. ربنا سبحانه وتعالى البرهان ابتلاه في ولد واحد عوضه بأربعين مليون ولد أربعين مليون طفل أربعين مليون مرأة أربعين مليون كنداكة أربعين مليون راجل أربعين مليون سائر أربعين مليون مستنفر أربعين مليون مجاهد أربعين مليون مقاتل أربعين مليون شعب حقيقي. الليل هو ما عنده فرصة حتى قلبه ده يحزن. محل ما يتلفت بيلقى تفويض القوات المسلحة تفويض البرهان تفويض الجيش تفويض شرعية مجلس السيادة في ابتلاء زي ده. شوف حكمة الله عز وجل. شوف تدبير الأمور. عشان لو فكر يتراجع أو يضعف أو يخاف أو كده بيقول أنا والله يا أخي لحد هنا تعبت ولحد هنا ما قادر أقدم ولحد هنا ضحيت. بيعاين بيلقى الشعب ده كله واقف معه. الليلة لو دخل الميديا بيلقى الميديا كلها عزاء له. الحرية والتغيير الليلة ما بيقدروا يشمتوا في البرهان. مش لأنه الشعب السوداني حيرد عليهم في الميديا وحيرد عليهم ويقول لهم والله يا أخي أخلاقنا ما بتسمح بالشماتة والبرهان ده رئيسنا لا 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 لا, لا. والردم ما بيقدروا يعملوا الحاجة لأنه عارفين إنه أمر المؤمن كله خير. عارفين لو كتبوا إنه والله العظيم الليلة إحنا شمتانين في البرهان في موتة ولده بكرة الصباح بتطلع معسكرات بتاعت مقاتلين مستنفرين اسمه اللواء محمد عبد الفتاح البرهان. وعارفين الكلام عارفين إن إحنا بقينا نصنع الأحداث وعارفين إن إحنا بقينا نخلق الأوضاع. هم زمان بيخلقوا لنا الفساد والخراب عشان احنا ننكسر ونضعف. بيعملوا المجاعة بيعملوا الحرائق بيسرقوا بيوعزوا للدعم السريع يكسر المحاصيل والمصانع ويخلقوا لنا الجو اللي بيخلينا احنا نرضخ نمشي نقول سلام في جدة. لكن هسه الليلة امر المؤمن كله خير. هسه الليلة واحد من الحرية التغيير خالص اللي يطلع يقول والله يا أخي ولد البرهان ما ده حقنا حق الشعب السوداني. لو قال الكلمة دي طوالي بكرة حيتكوى اللواء محمد عبد الفتاح البرهان. بكرة صباح بيكون يتسلح ونزلوا الميدان زي ما قال مفجر هاشتاج تفويض القوات المسلحة والبرهان. خالص سلك أمر المؤمن كله خير. قال الكلمة دي في 55 ثانية. 55 ثانية الليلة طلعت التفويض اطلع للقوات المسلحة 55 مليون في الميدان في الواقع عديل. إذا هو عمل اختبار إلكتروني في الليلة إلكتروني في الميديا الناس دي كلها. ولسه الليلة يوم الجمعة ده ما يوم التفويض دي يوم بداية التفويض بتاع القوات المسلحة. الحينعكس في الأيام الجاية دي حتكون مواكب حتطلع في الشوارع وحتطلع قوافل للحاميات العسكرية وحتطلع أيام حيكون فيها التبرع بالدم وتبرع بإمداد
واكل للقوات المسلحه في كل المتحركات. حتشوفوا الحاجه دي، حتشوفوا النسوان خاتين الصاج بتاع النار برا بيعملوا في 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 خبيز وبيعملوا في اكل، ومنين للقوات المسلحه؟ حتشوفوا الصناديق بتاعه التبرع بالذهب للقوات المسلحه، حتشوفوا الحاجه دي. احنا جيشنا ده معاه سند اسي ده، بس احنا حسمنا الموقف ده دوليا. انا بقول لك مؤشرات، لما نطلع المبعوث الامريكي يقول احنا خاطبنا المملكه العربيه السعوديه، والمملكه العربيه السعوديه قالت لنا انه ده الليله دي هي اخر جوله مفاوضات والحرب يجب ان تقف الان. امريكا ما بتقدر تخاطب السودان مباشره ليه؟ وين العنجهيه حقت امريكا؟ وين العنجهيه بتاعت احنا والله فرضنا عقوبات على قواتكم المسلحه، واحنا فرضنا عقوبات على القائد العام؟ وين الكلام بتاع امريكا ده؟ ليه غيرته؟ لانه امريكا عارفه ان القوات المسلحه منتصره، وعارفه ان الشعب السوداني ده ما ممكن تصادمه. بعد تجينا بيورا بتحرك لنا الامارات تقول لي احنا خاطبنا الامارات عشان توقف دعمها للدعم السريع ما يخش الفاشر. امريكا ما كانت بتعمل كده، كانوا امبارح نزل الطوالي بلاك ووتر بتاعنا والقتل والمجرمين نزلتهم في الفاشر بحجه حمايه المدنيين. ما قعدت تشاور زول امريكا، امريكا من بيتين بيشاور الامارات، ما شاورتها في لما حركت البارجه حقتها وقفتها قدام غزه على بعد 5 كيلو من غزه، اكبر حامل الطائرات في العالم، حركتها امريكا، ما شاورت الامارات ولا السعوديه ولا شاورت الجامعه العربيه، حركتها. لكن في السودان هنا لانه عارفه انه انت ما حتصطدم مع حكومه، زمان ما بتخدع الشعوب تقول لهم انا جايب ديمقراطيه وحنغير لكم الانظمه القاعده دي، وامريكا جايبه الديمقراطيه والكنتاكي. الامريكان حسي بحساباتهم عارفين انهم بيصطدموا في شعبي ما حيقبل الكلام ده، ما بتخدع تاني. كان الواجهه بتاعت الخداع منه؟ حتخط الاصم، الاصم ده بيقدر يواجهنا حسي؟ عندكم منه تاني؟ جعفر حسن اللي كان بيحرك الجموع في الاعتصام بتاع القياده، جعفر حسن حسي حلتهم ما بيقدر يخشها، بيوت حلتهم ما بيقدر يخشها، بيتهم ما بيقدر يخشوا. خلي العاصمه ولا السودان ولا يمشي، كان عندهم شنو؟ الواجهات الديمقراطية. محمد عصمت كان بيقدر يتكلم مع زول بيسمعه؟ أنا بتكلم عن محمد عصمت اللي كان بيغوطكم في الاعتصامات وكان بيغوطكم في المواكب. الليلة الناس بيقول لي الزول الكبير المشيب ده منو ده؟ ده منو كيف يعني؟ ده محمد عصمت. تخوض صورة حمدوك تقول حمدوك صرح وقال، يقول لك العنبلوك ده انسانة منه يا صرفة ما تضيع لنا الميجا بايتات. ده مع حمدوك المؤسس، رمز الحريه والتغيير، جايب العداله وجايب الصندوق الدولي وجايب 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 وعي الناس. ده هو الامريكا الخايفه منه، ده النموذج الامريكا بتحاربه. هسي امريكا غالبه تيجي تقول لنا والله احنا قررنا نوقف الحرب في السودان، بتقول عن طريق اللسان بتاع المملكه العربيه السعوديه. بتقول الامريكان ده احنا مع انتوا، هم ساكنين نص المملكه العربيه السعوديه دي في جوانتنامو، ومتبلين عليهم في التفجيرات بتاعت الابراج، ملصقيننا في السعوديين ضافرينهم ضفر ما فين ولا زول قادر يفتح خشمه. ولا زول بيقدر يتكلم في السعوديه. الليله المبعوث الامريكي يقول لك والله تواصلنا مع اصدقائنا في المملكه العربيه السعوديه وقرروا انه الحرب دي تقف. الراجل اللي في السعوديه اللي يجي يوقفها، الراجل اللي في السعوديه اللي يجي يفرض رايه، دارين تعمل ايش؟ نوقف الباخره بتاعت الذخيره. ما هو احنا حنستحدث وسائل ثانيه للقضاء على الدعم السريع، حنستحدث وسائل ثانيه لانتهاء الدعم السريع بثلاثه كلاشات. حسي احنا ممكن نقفل الشوارع دي، البصل منها الامداد بتاع الدعم السريع، بنشوف الصراخ بتاع الدعامه، بنشوف الصراخ بتاع القحاته اللي بيطلع يقول لك في تسريبات تسريبات تفاوض بالسر، البرهان تواصل معانا، البرهان رسلينا. تاني ما حتسمعوا خالد سيرك يقول الكلام ده، وتحديناه. هسي احنا ما في مرحله تحدي، بدل الرعاع بتاعنا الحريه والتغيير يطلع يقول لك والله البلابس هم البلابس. اسالوه خالد سيرك، قول له والخطاب اللي رسلوا لك مجلس السياده ورسلوا لكم البرهان وينه؟ طلعوه الدار يتفاوض معاكم ويجيبكم في السلطه، وينه الخطاب ده؟ البرهان يطلب لقاء حمدوك، وينو الخطاب ده؟ وينو الخطاب ده؟ عندكم القدرة انكم تأثروا بالكذب والخداع واللف والدوران، تخطهم قدام الحقيقة المرة ما بيتحملوا، ما عنده الراجل بيركز ب
بغيروا مواقفهم، ما عندهم مبدأ، ما عندهم مبدأ. احنا دارين نتكلم قانون، بنصح انصار التقدم وبنصح انصار الحرية والتغيير، ما تقعدوا تمشوا سايب ورا احلامكم. ما في حاجة اسمها حرية وتغيير في السودان. الموضوع ده لا بتجيبه امريكا ولا ممثل الديمقراطية ولا غير، ولا ما هيحصل، ما هيحصل. ما حترجع عن طريق الدعم السريع، ما في دعم سريع، ما في دعم سريع. الآليات اللي بترجعكم بالقوة العسكرية انتهت. الليلة الإمارات بتاريخها، تاريخ الادعائي بتاع انهم حتى في الأديان بيساوموا. تسأل الإمارات انت مسلم يقول لك الأديان كلها واحدة، خلاص كلها واحدة، ما مشكلة. انت دينك شنو طيب؟ ما بيقدر يقول لك الإماراتي. وصلوا مرحلة من التماهي وادعاء الديمقراطية وصناعة الحرية للشعوب ودعمهم. الليلة الإمارات احنا موقفنا مهنضمنا هنا في الأمم المتحدة. ما في راجل في الكوكب قدر يسوق هنا الترباس غيرنا. العملوه في جيبوتي، والعملوه في الشعب العراقي، والعملوه في الشعب الليبي، والعملوه في الشعب، محاولاتهم في الشعب الجزائري، والعملوه في الصومال، والعملوه في أديس أبابا، والعملوه في أثيوبيا، والعملوه في أريتريا، والعملوه في بورما، والعملوه في لكل شعوب العالم الحر. ما في زول قدر يسوقون الترباس. الليلة صورة الإمارات دي بقت تحت الجزمة. وصلوا مرحلة انهم يعملوا لنا في شم النسيم 5/5 احتفال ومهرجان بالغنى عشان يجملوا صورة القاتل محمد بن زايد. يجيبوا جنودنا السودانيين ذاتهم اللي بيقاتلوا في الميدان دعامة لابسين زي السوداني، ولا صحفيين واعلاميين ومنصات اعلامية او سياسيين وصفحات في الميديا وصفحات في الفيسبوك اشتروهم، تكلموا عن امارات الخير وامارات الشر، وانه محمد بن زايد الايادي الطيبه والايادي الخضراء ودانا بتاعت الكوارس دي، اداك بتاع اقامه الكوارس كويس ممتاز، ده كلام جميل طبعا. هو الليل احنا سايقينه الترباس دي الامارات، تحطم صورتها وتاني ليوم الدين ما حتقوم لها صوره، اوعدك باذن الله. العالم بيتغير، العالم قاعد يتغير، احنا قاعدين نصنع في التغيير ومؤمنين بروحنا. احنا كشعب سوداني مؤمنين بروحنا وواثقين في نفسنا صيغة عمياء. ما في زول الليلة بيقول لك الحرب دي لو استمرت 100 سنة ما في دعامي بيحكم. القناعة دي وصلوها الناس لانه عرفوا ان الدعم السريع ده واجهة. السودان ده مستهدف من الله خلقه، السودان ده مستهدف من الله خلقه. كل مرة بنسمع العالم يتربص بينا، الدم في الخرطوم حيصل الركب، الدم في الخرطوم. هسه الشعب السوداني وعي للمؤامرة دي والصد ليها، ما قادرين يعملوا أي حاجة. ما في زول حيقدر يعمل حاجة. قولوا الدار تقولوا، اعملوا الدار تعملوه، ما في زول حيقدر يعمل حاجة. بلد دي اتحصنت تماما لأنه شعبها وعى. واحد اثنين في كلمة في حق المؤسسة العسكرية. والناس بتشكي من الفساد في العصور كلها، وانه يا اخي والله البلد دي تدار بعقليه، وانه الفساد في الحكومه المدنيه، وانه السيستم حقنا يا صرفه، والاجراءات الا واسطه وبعينه غير كفاءه، صح ولا غلط؟ في المستشفيات، في الصحه، في الطرق، في الجسور. تعال للسودان ده تحتار، انه في زول متعلم اصلا؟ مش زول قاري. هل في السودان ده زول متعلم؟ تعال في الخرطوم دي يا اخوانا، ده خططها منو كيف؟ كعب تمشي المستشفى ده شنو يا اخوانا؟ وين الصحة؟ زيرو. تمشي الطرق زيرو، تمشي الطيران زيرو، تمشي التعليم زيرو. الفساد الحاصل في السودان ده قدرت أيادي الاستعمار تتغلغل في كل المؤسسات المدنية. اتفقنا على الحاجة دي؟ إلا مؤسسة واحدة محافظة على السيستم حقها، اسمها شنو؟ اسمها الجيش. الجيش ده ماله ما بقى زي باقي المؤسسات. الجيش ده معلومة يبقى زي باقي المؤسسات. أسي الصمت في المعركة دي غير المؤسسة العسكرية منه؟ كان يجيب لي وزارة ومنسوبين وزارة صدوا للمعركة دي. كان يجيب لي وزارة كده وقفت طلعت لها إجراءات تتناسب مع حالة الطوارئ وحالة الحرب حقتنا. أمسك لي أي وزارة طلع لي بس طلع لي 7 نقاط 5 نقاط
انه احنا والله يا اخواننا نصرف على مرتبات الموظفين حقيننا، انه احنا الاجراءات اللي حنتخذها في اجراءات الحرب دي في 1 2 3، انه احنا وزاره الصحه مثلا مشينا بعنا ذهب برانا جبنا ادويه بتاع التتنس او 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 شاش او النقص، زول اتصرف براو كمؤسسه قريب لي مؤسسه ما حتلقى، مستحيل. المؤسسه الوحيده القدره تصمد بالسيستم اللي اتكتب ليها هي المؤسسه العسكريه. لما انت جيت تغير البشير مشيت يا تو حته يا تو مؤسسه، مشيت الجيش ليه؟ مشيت الجيش هتيجي تقول لي والله الجيش ده دوره وده واجبه حمايه البلد وحمايه الدستور وحمايه الشعب في حاله التغيير، يعني ثابت زي ما هو؟ ده ما الجيش اللي انت مشيت له في 85 ولا ما ياهو؟ ده ما الجيش اللي مشيت له في 67 ولا ما ياهو؟ ده ما الجيش اللي مشيت له في 57 ولا ما ياهو؟ ده ما الجيش اللي مشيت له في 73 ولا ما ياهو؟ دي ما نفس القياده العامه ومحلها ذاته ولا ما ياهو؟ غيروا المباني، المعاني قاعده زي ما هي ولا لا؟ فهي نفسها الفكرة بتاعت انك تمشي تقعد جنب محيط القيادة المؤسسة العسكرية المحافظة على السيستم حقها. وحس دي للتأهيل والتطوير بتاع المؤسسة العسكرية دار الدليل على نجاحه اي صمود القوات المسلحة ده بس. ما كل المؤسسات اخترقت، كل المؤسسات اخترقت، كل المؤسسات سقطت، كل المؤسسات باعت، كل المؤسسات خانت الا القوات المسلحة دي قاعدة فيها طابور. الطابور ده متبلى، وين الطابور ده؟ حسي ما كان ينفعوا نسقط لهم سلاح المهندسين ده من جوا، ما كان ينفعهم ده الطابور ده بيحتاجوه تين تاني، ما كان يسقط لهم الفرقة الثالثة في شندي. الطابور ده ما محتاجين نبتين جوا القوات المسلحة في أزمة أكبر من دي، ما كان يسقط لهم الحامية العسكرية في اللبيض كان الطابور ده حيظهر بتين. يعني ما في طابور ولا 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 في طابور؟ ما تعترفوا، اعترف ان المؤسسه العسكريه دي حاسه هيكله روحها واقفه ومتصديه. القادر يدور الكهرباء في مناطق المعركه في مدرمان في كهرباء ولا ما في؟ ما في حارب يا اخوان. اساله في سوريا واساله في ليبيا واساله في اليمن، المويه في ولا ما في؟ عربات دي بتتحرك، مواصلات في ولا ما في؟ طيران ده بيقوم وبيقعد ولا ما بيقعد؟ اتصالات دي شغاله ولا ما شغاله؟ دي مؤسسه قادره تدير الموقف ده. عندك عليها اعتراض مآخذ؟ قلنا الدار انتقد الجيش ده انتقده هو والحاجة يعلن لنا ولا للقوات المسلحة. بنسمعك ونوصل رسالتك، واحنا اي زول بينتقد الجيش ده سياسي او متخصص احنا بنوصل صوته، لانه دير الناس الادرى مننا يعني. وفي ناس بعرفوا ينتقدوا انتقاد صحيح كثير من الصحفيين، انا بوديكم اسمائهم بقول لكم اسمعوهم وبقول للجيش تسمعهم، دي الاصوات اللي بتسمعها، بيفرز بين العمل العسكري وبيفرز بين العمل السياسي. في قرارات بيتخذها البرهان سياسيا لو سمع راي ناس متخصصه افضل من اللابس الكاكي كان منتوجه حيكون افضل. ده احنا بننتقده وبنقول له اسمع راي فلان وراي فلان وراي فلان، ناس متخصصين. الراي العسكري ما كلنا احنا لابسين كاكي ولا كلنا بنفهم فيه، وده تدخل في شأن القوات المسلحة. دار تنتقدوا انت متخصص فاهم، ورينا اطلع قول لنا وين جيشكم في الجزيرة. ده ما انتقاد، لكن دي قلة ادب، ده ما انتقاد. جيشنا في الجزيرة ده متكون من الشعب السوداني، من المقاومة الشعبية، من المستنفرين، من المعاشين، من القوات المسلحة، من ناس جوب من برا السودان. اعمل زيهم وبعدين انتقد، احنا بنسمعك والجيش ملزم يسمعك. البرهان بتاعكم ده ما بايع، بايع وين؟ انا دارك تقول لي بايع وين؟ شككم ريبتكم دي وعدم يقينكم وثباتكم ده خلوه. بايع وين؟ 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 قول لي باع في الحته الفلانيه، جيب لي كلامه مكتوب او كلام قاله. الكباشي باع، باع وين؟ الكباشي ده باع وين؟ ما شايفه انا في الصفوف المتقدمه في الجزيره. قوات المسلحه دي حسي بدل القاعده في الفاو دي ما تحرس الفاو، مشت تمشي تخش جوا احراش ومدن وقرى الجزيره. يجي يقول لك برضه جيشكم وين؟ ما هو ده مشي لهم لحد الفرقه قدام الخط الاول، الدفاع الاول واقف فيه كباشي، دايره يعمل شنو انت تاني؟ انت قول لي دايره يعمل شنو؟ احنا بنتكلم عن عدو متمكن، عدو عنده امكانيات. العدو بتاعنا ده يا اخواننا ما مشكلته انه هو عنده ذخيره وسلاح، المشكلة انه انا الذخيرة والسلاح اللي احاربه به وممنوع منه.
حجيبه من وين؟ لو الناس عارفة انه سلاح الذخيرة ده بصنع ذخيرة الان، والله العظيم تسجد لله شكرا. والله العظيم احنا في مصانع الذخيرة جوا والدعم السريع في حتات مستهدفة ليه؟ ما عارف بيعملوا فاشنو جوا الجيش، وعارف الجيش بيجوا بصنع فاشنو، قاعدين تجيبوا ذخيرة من وين انتوا؟ قريتوا البيان بتاع الاعلام امبارح انه السعودية ماسكة الباخرة بتاعتنا؟ مكتوب في التقرير غرصنة القوة السلطات السعودية باخرة السودان، غرصنة سموها غرصنة. لما جاء المبعوث الروسي قال له انت في كوة في ساعتين فكيتوها، ما فكيتوها بنزل قوات روسية خاصة في ميناء جدة بحرر السفينة دي حسي قدامكم. لكن احنا عندنا اسفي مصلحتنا الان نخش في صدام مع المملكة العربية السعودية؟ السعودية حسي في التقرير الجايبه البعشوم، امشوا التقرير بتاع البعشوم ده شوفوا، السعودية قالت حترسل 1800 من الدعم السريع السودان، لما السودان اعترض قالت ديل والله هم ضمنوا لين انهم ما حيشاركوا في الحرب. الدعامة عاملين للسعودية مشكلة هناك لدرجة ان قواتنا الخاصة معاها قوات امريكية محاصرة معسكرهم، كلام ده له شهور. الدعامة هناك ما حميت ضارب قروشهم بتاع 9 شهور بدون المرتبات. السعودية قالت لهم احنا دفعنا لكم 4000 او 5000 دعامي، عاملين فوضى محاصرين لهم معسكرهم داري في كونة بالوبين. عند السعودية خيارين، اما انهم تجردون وتخارجون تدينا لهم يجيبوا السفن ديل بنربطهم 5000 ديل بندخلهم بورسودان بنطف النور، قاعدين في الاسر بنقول لك نقطة عربي انتهى، او السعودية تجنسهم. لكن امبارح واول امبارح السعودية مخرجة من الدعامة ديل فرق جديدة بتاعت حرب مدن وقناصة وإزعافات أولية عشان ينزلوا لنا 400-500 دعامي يعالجوا المصابين حقينهم. دي الدول بتحاصر فينا كده يا أخوان، دافعين قروش لبريكدار، وينو البريكدار التركي ده حسي؟ مشينا تركيا جبنا لنا طيارة واحدة يعني ولا شنو؟ صفقة بتشتري لك 30-50-100 طيارة وينين؟ ابو يدونا له من شهر 12 ده ما حلف الناتو، تركيا دي ما حلف الناتو، دي ما امريكا، ويطلع يقول لك والله مسببين السعوديين قالوا لنا وحننهيها. اللي يبقى راجل تاني زول راجل في البلد دي يطلع قرار فوق الشعب السوداني الما داري يقعد في وش الكوكب ده ذاته اللي يطلع يقول كلام. قلنا احنا اخواننا والله الشعب السوداني واضحين، معركتنا دي حتنتهي بانتصار القوات المسلحه بقدر الامكانيات الموجوده. اي زول دار ينتقد القوات المسلحه اول حاجه يعلن ولاءه للجيش ويورينا انتقاده الموضوعي والحل. البكاء والدموع بتاع جيشكم وقاعد ليه في السعوديه تكتب ليه في التعليقات ما شفنا زياراتكم دي، كباشي سايقنا، صرفه سايقنا، ياسر العطا سايقنا، برهان سايقت ما دارس حقوق ده، اقطع تذكرتك وتعال راجع، تعال راجع ورينا الصاحب بيعملوا كيف. ده كلام ردنا ليكم واضح، معركة دي فيها المواطن والمواطنة، فيها الراجل والمرأة، فيها الطفل، فيها الصغير، فيها الكبير، انت فيها المغترب، انت مسلم. آية الله قال لك يا اخي في موقف زي ده في رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، انت عندك شنو في السعودية؟ تجارة وبيع، موظف تجارة وبيع، دكتورة تجارة وبيع، ما في قروش بتدخل بتدي خدمه بتدق قروش هاي تجار. قال الله قال يا اخي في المواقف زي دي رجال لا تلهيهم. انت قال الحس المستنفرين ده ما عندهم شغل؟ انت المهندس الوحيد في الكوكب؟ انت الدكتور الوحيد في الكوكب؟ القاعدين بيعملوا في الاكل وبيعملوا في التكايا وقاعدين ما مرقوا شبر واحد، اليوم كله يجاروا من حته لحته، يجيبوا في البصل يجيبوا بياكلوا في الناس، ديل ما عندهم مستقبل؟ ما عندهم اطفال؟ بقدر قدرتنا دي يا اخواننا احنا في المعركة دي ثابتين، بقياداتنا دي ثابتين. الابتلاءات شفنا فيكم زول ما عارف ان ياسر عطا ده اخوه مختطف من الدعم السريع؟ اي انتوا مسميني ياسر شنو؟ ياسر المابي حاضر مسمينه كده ولا ما مسمينه؟ اخوه معتقل عند الدعم السريع وبيساهموا فيه، قال لنا يا اخواننا زيه زي الباقيين، جيبوا لي مقطع في كيس بس ما عندي لكم حاجة وما تتصلوا بي تاني. كذاب والله يا اخي، قال لهم ما تتصلوا. اي قال لهم ما تتصلوا، والدليل ما هو ده قاعد يبين لهم في مدرمان، والدليل قال لهم يا اخي اخوي خلوه هنا والمعركه في مدرمان خلوها. الامارات اللي بتسلحكم دي دوله مافيا، قال منو؟ قال يا سرعاطه في زول ما عرف الناس المستهدف،
اسرته مستهدفه، اخوه مستهدف، في زول ما عارف الكلام ده، ولا مذكرين اولادهم ولا مذكرين رجال لا تلهيهم. الموضوع ده ما فيه الهاء، انا شايف هدف الانتصار قدامي. وتستمر معركة الكرامة وصمود القوات المسلحة وصمود الشعب السوداني. لا في زول بيقدر يهزكم، ولا في زول بيقدر يفرض عليكم الرأي، ولا عندهم حاجة ممكن استخدموها ما استخدموها. أول حاجة، إذا في أي طريقة استخدموا بها آلية الضغط على الحكومة أو على الجيش أو على الشعب السوداني، مفروض استخدموها في وقت سابق، لأنه الدعم السريع الآن بقى ما في دعم سريع. الدائر ينكر المسألة دي، إحنا براحتك يعني، لكن دائر نقول لك إنه الدعم السريع دي عنده كان دفاعات في حتة اسمها الزرق، وعنده دفاعات في نيالة، وعنده دفاعات في الضعين. حس الليلة دي طيراننا مشي دكاون تاني في الزرق، مشوا لقطوا لهم حاجات وجابوها من برا ودخلوها. أسي قبل شوية الطيران مشى بلاهن هناك. الدعم السريع بقى ما عنده القدرة اللي دافع، ولا عنده القدرة اللي هاجم، ولا عنده القدرة اللي يعمل متحركات. يعني حيقعد يتفرج في المقاومة الشعبية تنتظم في دنقلة وهو قاعد، تاني حيقدر يخش دنقلة كيف؟ الجيش انسحب والجيش سقط في شندي، واي حاجة، والفرقة الثالثة سلمت كلها، الدعامة بيقدر يخش في شندي؟ بيقدر يقعد في شندي 3 دقائق؟ ما انا بسألك، هل الدعم السريع عنده القدرة انه يقعد في شندي 3 دقائق؟ هل الدعم السريع عنده القدرة يقعد في سنار 3 دقائق؟ ليه ما بيقدر؟ لأنه في مقاومة شعبية. لو عندهم الآلية اللي بيقدروا يوقفوها انتصار القوات المسلحة وتقدم الشعب السوداني، كان استخدموه، كان حافظوا على قواتهم دي. يا دوب الليلة الدعم السريع بيعمل له في معسكرات عشان يطلع منها مرتزقة في أفريقيا الوسطى وفي مالي وفي تشاد. الليلة دي تقاريرهم في ليبيا عندهم معسكرات بتاعت حفتر. اي سوداني قطع الحدود دي حسي بتخطفوا قوات حفتر، بيجندوك وبسلحوك وبدربوك، ودارين انهم يجيبوا الراجعين السودان واحنا بنعايل لهم. عارفين الحاجة دي. لو في آلية استخدموا الفصل السابع يوقفوا إبادة الدعم السريع كان استخدموها. لو في آلية استخدموا الفصل السادس، حميتي الحسي ده ما معروف حي ولا ميت بالنسبة لهم، احنا بالنسبة لنا حميتي ده ميت. اي زول يقول لك غير الكلام ده قول له حميتي ده ميت. خليك من لغته الانجليزيه وشكله المختلف وطوله وقصره، احنا بالنسبه لنا حميتي ميت. والكرسي ده الكرسي ده لو ازم ما بيقعد فيه. الموضوع ده منتهي، الموضوع ده منتهي. لو عندهم القدره انهم السعوديه تتدخل او مصر تتدخل او الامارات تتدخل، بمناسبه مصر تحيه للشعب المصري، طاهره المعز لدين الله الفاطمي. أنا حاجي يوم أتكلم عن مصر اللي ما بتعرفوها، مصر التاريخ، هتكلم عن الشعب المصري، وهتكلم عن التغيير اللي هيحصل في مصر، ورسائلنا للشعب المصري الشقيق، فتح بيوته وفتح داره، استقبل الشعب السوداني، وأمر المؤمن كله خير. وتنشط في الأيام دي قوات الأجهزة الأمنية الداخلية في مصر في مضايقة الجالية السودانية. لهم شهرين كده بتدعوا حاجة جديدة، انه لقوك ماشي في الشارع بيفتشوك. الكلام ده طبعا احنا بنوجهه للشعب المصري الشقيق، ودي الحكومة حقتكم، احنا ما بنلومكم في حاجة، ولا من بدت المعركة دي ما عندنا معاكم اي كلام، ما قصرتوا، ربنا يحفظكم، ربنا يعين الشعب والحكومة المصرية. قوات الاجهزة الامنية في مصر ابتدعت لها طريقة جديدة، لقوك ماشي في الشارع بيوقفوك، بفتشوا جيبك، بيلقوا عندك دولار، اكيد حيلقوا عندك دولار. ما في ناس بيجوهم مصاريفهم الشهرية بالدولار من السعودية، بيجوهم من قطر، بيجوهم من امريكا، بيجوهم من كندا، بيجي زول راكب الطيارة بوصل عليك الله يا اخي الحجة والحجة دول قاعدين في الدمنهور، امشي اديهم 300-500 دولار. اي مواطن سوداني ويوم واحد ويوم اثنين ويوم ثلاثة في الشهر حتلقى في جيبه دولار، ده موضوع طبيعي جدا. اي اجنبي في دولة حتلقى عنده العملة المبرئة للذمة الدولية، اسمها شنو؟ العملة المبرئة للذمة، اسمها دولار. ذنبنا شنو يعني؟ ما هي دي الدولار. اي لو مشيت الصين حتلقى الاجنبي شايل دولار.
لو مشيت امريكا هتلقى الاجنبي شايل دولار، لو مشيت كندا هتلقى الاجنبي شايل دولار، لو مشيت بريطانيا هتلقى الاجنبي اي اجنبي شايل دولار، ده موضوع منتهي. فبوقفوك سلام عليكم، عليكم السلام، لقوا عندك القروش بتتصادر، بيعملوا لك محضر وهمي. لما اترفعت الحاجه دي للسفير الاول حق الغحاته ده ما عمل حاجه. حقيقه الحكومه المصريه ردت رد واضح، يعني قالت اخواننا ده شاني داخلي، الخارجيه السودانيه ما عندها به علاقه، ده شاني داخلي بتتحرك فيه وزاره الداخليه، بنحافظ على اقتصادنا، بنحافظ على كده، وانا احنا نتفق معاكم في سياساتكم الداخليه لحمايه اقتصادكم ما في اثنين ثلاثه. واحده من مصادر وموارد العمله في مصر هم المغتربين الاجانب، واحنا جاليه ما تقل عن 8 مليون بندخل دولار لمصر، وده ما في زول بيقدر ينكره، ما في زول بيقدر ينكره في مصر، احنا بنجيب دولار. بيجوا يلقوك انت ماشي في الشارع في جيبك في جزلان في تلفون في دولار، بيفتحوا لك تجاره تجاره عمله. الماده دي بتجدعك في الترباس وبعديها في ترحيل. طبعا في غرامه، في رشاوي، في فساد حاصل. انا بوجه رساله للحكومه المصريه، بقول له هنا الوسائل بتاعت الضغط دي امر المؤمن كله خير. في خلال الاسبوع ده احنا من رمضان بدينا العمليه بتاعت حصر ومعالجه مشاكل الجاليه السودانيه في مصر وبساط العوده الطوعيه. لما بدينا الموضوع بتاع البساط بتاع العوده الطوعيه جينا هنا على النوم. فاطمة اتبرعت بعشرة بساط، أنا جيت قلت يا أخواننا في عشرة بساط، تواصلت مع أصحاب البساط السفرية قلت لهم يا أخواننا أنا ما بخرب بيوتكم، أدوني رحلات مجانية، كتبوا لي يا أخي دي رحلات مجانية. قلت لهم والبدعاوم معانا كويس ولطيف وسعره حلو، إحنا بنشتري منه التذكرة ب70%، وافقوا. في ناس قلنا لهم ب30% وافقوا. حصرنا ما لا يقل عن 130-140 بص. عملنا جروبات تسجيلات للناس، انا اي زول بيرسل لنا اخواننا انا دار ارجع معي خمسه اطفال. بنقوم بنوجهه بنقول له امشي شركه البصات الفلانيه بياناتك ذاتها ما ترسل لنا. انت دار تجي بنعمل له بس مواعيد. الزول دار يرجع، الزول عنده جواز، عنده وثيقه، بنساله انت عندك جواز؟ اي كاسر غامه، اي بس امشي شركه البصات ديك وريهم بياناتك ما ترسل لنا حتى في الموقع. وكان بيدار بطريقه احترافيه وما زال. واجهتنا المشاكل بعد ذاك مع السفاره والداخليه في، يعني انت ممكن تحل لزول مشكلته بتاعت الغرامه، تدفع لزول مثلا 4000 جنيه 5000، لكن في ناس 6 شهور 7 شهور البيت بيكون فيه 7 اطفال. بعدين الاسر من اول يوم احنا وصلنا ممكن 400 اسره، ده موضوع كبير جدا. قمنا حولنا الموضوع ده للسفاره، والسفاره قبل فتره تبنت القصه بتاعت العوده الطوعيه تحل لنا المشاكل مع الحكومه المصريه. حس الاسبوع ده حل المشكله بتاعت العائدين، احنا بيجاي عندك على الدين اللمين وعندك مصطفى عندك كتيبه الاسناد في ام درمان، عندك دراكولا شغل حيزيد. لما احنا بنجهز هنا في المركز الصحي في ابروف قال لك يا اخي حيرجع منه مجموعه من القحات الجزم قاعدين بيصرفوا عليهم، يقول لك راجعين الناس المضيقين عليهم. كل ما تشتد الاجراءات بتاعت الحكومه المصريه حنكون بجاي الكتائب بتاعت الاسناد في ولايه الخرطوم شغاله. بدل كانت احنا والله البصات 10 بصات عشرة بصات حتبقى 1000 بص. ولو فتحت المعابر والحدود، واحنا ما حنقول للحكومة المصرية وقفوا اجراءاتكم. انا عندي بلاغات في عمارة واحدة 3 شقق دخل عليهم الامن المصري ولا عندهم عملة ولا عندهم اي حاجة، لقوا زول قاعد مع امه عيانة ساقة مصر قاعد في الشقة نايم، لقوا الأم صاحية فتحت لهم الباب ما سألوها، خشوا فتشوا لقوا الولد ده نايم، صحوا قالوا له
قروشك والدولار قال ما عنده، قال لحنا اديك لها في القسم البس راح معانا، ادوا العمله في القسم وسجلوا رقم العمله اللي ادوها له وفتحوا فيه بلاغ، والكلام ده قاعد. واحنا بكره ممكن نرسل الملحق العسكري وممكن نرسل الملحق القانوني وممكن نرسل السفير ذاته القسم ويمشي يشوف الكلام ده. ليه تسمع كلام الحكومه المصريه ما تسمع كلام المواطن السوداني؟ التبلي ده والضغط ده احنا بنشكر الحكومه المصريه، فتحت باب زمان والطريقه بتاعتها الان بتطرد في الشعب السوداني بالطريقه دي، فبرضه بنشكرها. القاعدين في سجون الحكومه المصريه ظلما بنعرف نطلعهم، ما عندنا مشكله، احنا بنتخلى عن سوداني في اي حته في العالم. بنجيفهم من الصده. كنا مركزين الان في حاجات محدده داخليا ومهملين الملفات الخارجيه دي باعتبار انه يجيفوا فيها ناس مخاطبه لرجال الاعمال في مصر، الجاليه السودانيه في مصر، القانونيين في مصر، يجيفوا في ملفات اخوانكم. ما وقفتوا مرحب جزاكم الله خير، ما وقفتوا مشكورين ذاته اصلا. في ناس يعني انت ما ممكن اناديكم حسان، وانتوا شايفين اللي بيحصل للجاليه السودانيه في مصر. انا يعني دوب انه اناديكم انتوا كنتوا اصلا كان بيهمكم الامر كان وقفتوا. ما وقفتوا حسي معاهم مرحب، ما وقفتوا. احنا الموضوع ده بنعالجه، بنهيئ الان الامدرمان، وبنهيئ الان في الخرطوم، وبنهيئ الان في بحري. اي منطقة دخل القوات المسلحة في بحري حنعلم فيها مراكز العودة، الناس ترجع. بس اذا الدول دي ما حتأويكم تقعد في السجن ذليل، كرامتك مهدورة، مسجون ظلما، وتدفع قروش بعد ده كله، اكرم لك وطنك، اكرم لك تقعد مع المستنفرين الثابتين الصامدين ديل، اكرم لك تشيل سلاحك تدافع عن بيتك وتعمره. لانه انت بين نارين، مواطن مجهول الهويه دخل بيتك واحتلوه، مشيت دوله بورقك بقيت مجهول الهويه ومجدوح في سجن، بيتعاملوا معك كانك نكره. انت الان في اختبار ليمحص الذين امنوا، دي علامات الاختبار والابتلاء، المهانه والذل. الانسان عنده حد معين بيتحمله. بتيجي السؤال هنا، انا بضحي عشان شنو؟ في مصر بتضحي عشان شنو؟ ما دار اسألك، انت في مصر صابر على الحياة دي بتضحي عشان شنو؟ تضحية دي وكرامتك بتزال عشان شنو يعني؟ في السودان هنا انت بتضحي، واقف في المعسكر، واقف في الخندق، واقف في جبهة القتال، بتضحي عشان تحرر السودان، تحرر الخرطوم، تحرر ام درمان، تحرر الجزيرة. دي اسمها انا بضحي عشان شنو؟ والله ده احرر السودان. طيب انت في مصر بتضحي عشان شنو؟ قاعد مدسي في شقه ما قادر تطلع بورقك الرسمي، لانه حيطلع تطلع في شهر في بدايه الشهر حيدخلوا لك $100 في جيبك وحشيش عشان يفتحوا فيك بلاغ يدعوك في الترباس. تمشوا حسي منور فيكم جدد اقامته. الناس اللي من شهر 10/2023 مواعيد اقامتهم جات، كلكم كاسرين اقامه غصبا عنكم. بتمشي العباسية دي بتقعدوا ممحنين، خاتين الخمسة في الخدود حاضر وقاعدين ممحنين، ما بطلعوا لكم التجديد. ما احنا شايفين الحاجة دي. بنشكر الحكومة المصرية انها هي حتى فرصة انه الشعب السوداني ده يلقى له ملجأ وحتى يطلع فيها آمن ويبدأ يعيش حياته، قفلوا عليكم. ما عندكم غير السودان من 2019، أجيف وقفة رجال، ما عندكم غير السودان. ما في حاجة غير السودان. بدينا نعمل حاجة أقيفوا معانا فيها عشان تبقى صح. شايف فيها انتقاد، شايف فيها قصور، أدينا رايك وجيبك ويدك. أي زول دار يغير في الدنيا دي وسائل التغيير والركلة باليد وبعدين باللسان وبعدين في قلبك. لكن الانتقاد اللي ما عنده معنى، دارين ترجعوا الناس تكتلون، الناس يمشوا وين طيب؟ يا زول بيقول لك حس البوش اللي قاعد في مصر ده مستضاف من الاستخبارات والمخابرات المصريه، طبعا نشط اليومين ديل في جروبه ودارين يضربوا القصه بتاعت الاستنفار دي في جروبات الوصاب والجروب العامله بتاع اعاده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جويل، شافهم مشاغلين شغلات كبيره كده. عملوا لهم شعار كده موحد، قالوا تصميم زي الشعار كده يحطوه في كل الصفحات، ما عارف عودة شنو وجماعة إيقاف الحرب وبتاع. وديل بالنسبة لنا احنا ديل دعامة، ما عندنا لكم حاجة. جروباتكم دي ممكن
نحرقها لكم، لكن ما حنحرقها، احنا ما حنحرقها. احنا اول حاجه احتفالات الشعب السوداني بالانتصارات دي من يوم 5 اللي كنتم محددين انه ده احنا حنعلينا. الاعلان بيجيكم يوم 5، كل القوى المقاتله الفنانين جاهزين. شكرا حبيبنا منتصر هلاليه، وشكرا جمال فرفور نزل تفويض للقوات المسلحه في صفحته. كل الناس دي تحت شعار ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. جمال فرفور مرحب بك مع القوات المسلحه، منتصر هلاليه مرحب بك، احمد الصادق، حسين الصادق بزعامه وقياده ترباس القاعد في مدرمان دي كان. لا تهديد لا ذخيره لا غيره، تحيه لابو عرك البخيت مع القوات المسلحه. من يوم 5 اللي كانوا بخططوا له وحس القحاته قال عندهم هاشتاجات حيفكوها يوم 5 ودارين يملوا الميديا لا للحرب، لا للحرب. انتوا الدعم السريع ده بعد ما انتهى سبقت لا للحرب؟ ما كنتوا بتقولوا لنا يا مفحطين، انتوا القحاته مسمين الجيش مفحطين، مسمين الاستنفار مفحطين، خليكم على الكلمه دي. ما الجيش ده ما بيثبت ولا بيركز صح، خلوا الدعم السريع بتاعكم ده يقضى عليه. طيب خليه ينتهي من كل المستنفرين والجيش، وانتهي لكم من كل ارتكازات القوات المسلحه. هسه لقيتوا في لا للحرب؟ دين نفسهم اللي كانوا بيقولوا عانوا بيجروا من الجيش من الدعم السريع، كيف؟ عان جيشكم بينسحب كيف؟ وين حس ينسحب وين بيجري؟ 6 شهور ما شفناكم بتقولوا الكلام ده مالكم؟ لما انضاقت عليكم بقيتوا في لا للحرب؟ الحرب دي حتستمر للقضاء على اخر دعامي واخر قحاتي. فبنوريك يا ابوش انت قاعد في مصر ما بتكلم عن الاجراءات اللي بتحصل. مره كاتب له بوست عن العدس بيجا بيكم وبتاع شنو، طبعا ده بوست شحده بوري الجهات اللي بتصرف عليه ودي، انه اخواننا والله بترسلوا لي دي بيجت ما بتكفي، الزيت غيله والسكر غيله، ولا باطل عاطل من الله خلقه لحد ما يموت، عاطل وباطل، نموذج للبطاله والعواليق. فاحنا بنبشرك يا ابوشي يوم 5 ان شاء الله حننزل لك بالتقيل. مش انتوا بتقولوا لا للحرب؟ انتظر يوم 5، انتظر يوم 5 ان شاء الله، وانتظر بكره وبعد بكره ويوم 6 ويوم 7 ويوم 10 ويوم 50 ويوم 300. كل يوم انتوا تطلع لكم توقدوا نار للحرب، ربنا بيطفيها وبيخزيكم وبتقلب عليكم. تفتحوا خشمكم ده ساي زي فتحة خالصين 55 ثانية جيش السودان كله. قال انا ما بعترف بشرعية، هسه انا منزل منشور طفل صغيروني ابوه وامه عارفين انه حيطلع جياش، قال لك فوض القوات المسلحة، عمر 3 شهور فوض، عمر شهر فوض، عمر يوم فوض، عمر ساعة فوض، في بطن أمه فوض، الحوامل فوضوا، الكبار فوضوا، الصغار فوضوا، في الميدان فوضوا، المغتربين فوضوا، القاعدين فوضوا، اللاجئين فوضوا، الدنيا كلها جيش. الأطباء فوضوا، الصناعيين فوضوا، المهندسين فوضوا، الجيش ذاته فوض الجيش. الجيش ذاته فوض الجيش، ما عربي نجد. بس فتحت خشمه كده في 55 ثانية، قال أنا ما بعترف. قلنا له إحنا بنعترف، أنت مارست حقك إحنا بنمارس في حقنا، ما بتقدر تصادر مننا حقوقنا الدستورية. وإحنا بنعالج في مشكلة اللاجئين في مصر، وحنقف فيها في الأسبوع ده كقوات مسلحة وشعب سوداني، وحيكون في الميدان حتحصل تغييرات في أم درمان، تجهيز المراكز، تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات بإشراف ولاية الخرطوم. بجاي احنا عندنا في عطبرة مواطنين طردوهم من مدرسة يا برهان، وبجاي في كسلة عندنا مواطنين وجهات عليا بعد اللايف وعدت انها تعالج المشكلة وانا ما شايف علاج. الدار اقرا يا اخواننا، ده الفصل بتاع السودان، المدرسة دي حقت السودان، دارين تقروا اولادكم عندكم مساحه من الفصل كده جيبوهم قروهم، او في المدرسه ابنوا ليهم، او خدتهم في الخيم. الخيمه دي الفصل ده والمبني والخدمات
دي للمواطن ما للطالب. دي للمواطن. الطالب الدار يقرا الخيمه دي الكنت دار تقعد فيها الجريح واللاجئ من الخرطوم والنازح والخائف، دي يقعد فيها الطالب الامن في النهايه بيمشي بنوم في بيته وفي سريره. قاعدون في الخيمه الطلبه، احنا ما عندنا احتراف. الدار يعمل ايحاء انه الدوله كويسه والتعليم رجع وفي التوقيت ده، رسائل ما عندها اي معنى. رسائل ما عندها معنى. لو عندكم بدائل تقعدوا فيها اللاجئين وسكان ولايه الخرطوم ومدني النزحوا والفاو النزحوا وبابنوس النزحوا، احنا ما عندنا مالع. الدوله تفتح اي مدرسه دار تفتحها ما دام ما مرنت مراكز، فهي اي حاجه في الدوله دي ملك الشعب السوداني. اختاروا المدارس دي يقعدوا فيها. الصور الفاضحه طلعت من عطبره دي اهانه لمواطن عطبره. ربنا سبحانه وتعالى حافظه وستره بانه ضحوا اخوانه في الخرطوم وفي مدني وبيقولوا وعيظه ودرس عمل مقاومه شعبيه قدر يحفظ عطبره، لكن ما يصل مرحله من التبتر والرفاهيه انه دار يقري ولده. احنا ما عندنا مشكله قريه، مش كده وبس، كمان تصل مرحله تطرد المواطن ده والمراه والزول. دي واحد اثنين الناس بتحجج وبقول لك المدارس دي قاويه خلايا نايمه، وده ما شغلي انا، ماله وماله ان شاء الله تقوي الدعم السريع راسه عديل. انا مالي وماله. القوات الخاصة في عطبرة شغالة شغل كويس. القوات الخاصة في القضارف الناس بيشهدوا لها وبيشهدوا للوالي الجديد. عندهم قوات خاصة بتخش بنات ورجال. الأولاد بيجوك داخلين بيفتشوا المدرسة، بيفتشوا بيتك، عربيتك، شكوا في أي حاجة بكرتن الحتة بيرفعوك. أولامس رافعين لهم دفارين، كلهم خلايا نايمة بتاعين دعم سريع لقون دعامة راسهم عديل ما واقفين. البنات يخشوا يفتشوا البنات، تعالوا فتشوا المدرسة الشاكين فيها. هو المرأة يكون عندها جهاز تشويش سورية بتاع اتصال ما بتفتح شنطتها، امسكوا الفصول السقف من فوق لتحت، اتاكدوا الحتة امنة، هاي المواطنين يقعدوا، لكن ما تفرتق عشان انت شاكي في خلايا نايمة. الخلية النايمة ما قاعد يقعد في مكتب الوالي، والخلية النايمة ما قاعد يقعد في مكتب الرئيس، والخلية النايمة قاعد يقعد في الحامية العسكرية ذاته، ما عنده علاقة بالمكان، عنده علاقة بالذل. عندك انت معايير معينه بتعرف بها الخليه النايمه. الكلام بتاع ان احنا والله بنفضل المدارس لانه فيها خلايا نايمه ده موضوع ما بخصنا. في ناس شكلها غريب، في ناس والله يا اخي يرتبنا فيهم، ده موضوع ما بخصنا. المواطن عنده حته يتحمي فيها. اي مواطن في اي بقعه او شبر من السودان عنده نفس الحقوق. شكيت فيه خالف اي معيار من معاييرك الامنيه، معيار قانون الطوارئ، بلو ما عندنا معك شغله. ولا بنقفله ولا بندافع عنه، بلو. لكن انت تطلع الناس بحجج واهيه، دي اسمه ضعف في الدوله وعدم حلول، ودي اسمها عدم كفاءه، ودي اسمها انه الناس القائمين بالمؤسسات دي ما عندهم ابداع ولا عندهم تخليق. جيبوا فصول جاهزه خطوا فيها الطلبه. اشتروا من الشركات التركيه دي، وين بتاع الجزيره كان داري يجيب 25,000 وحده سكنيه داري بيعها ب 30 و 40 الف دولار بتاع تركيا مذكرين. يجي يقول لك الزول ده كان اكثر زول شغال، ده ما كان شغال لمدني، ما كان شغال للجزيره. جيبوا الفصول دي اشتريها الحكومه، تمشي تشتريها تجيبها تعملها فصول جاهزه، ده يقعدوا فيها الطلبه يقعدون. الفصول دي حسي والداخليات دي قاعدين فيها المواطنين، خلوهم دار تقرون شنو انتوا؟ انت دار تقرون شنو؟ يعني ده منو اللي عنده الاستيعاب والعقليه انت في نفس المدرسه في الحوش تخط خيمه لطالب سوداني ومواطن سوداني وطفل سوداني جاي من الخرطوم نازح بعاين في رفقائه وقرائنه بيدخلوا في الفصل بيقروا وماشيين ودار يمتحنوا اخر السنه، دي عداله بتاعت الحرب؟ دي العداله والاخلاق؟ دي العدالة والأخلاق؟ رسالة للبرهان في الظروف دي يا برهان. ده اللي عندهم أطفال وأولاد ما عندهم ذنب، ما هم العمل الحرب. لما يطلعوا فنانين يقول لنا إحنا دارين الحرب تجيف عشان المتضرر منها الأول المواطن، ده كلام فارغ بتاع زول فارغ ما بيفهم حاجة، محتوى فارغ فعلا، عبارة عن طبول وأصوات بس. المواطن وين قال للحرب تعالي دخش لي بيتي ومدرستي وجامعتي؟ ما تفرضت علينا كل الحرب دي، صحيتوا انتوا والدعامه ديل هجمتوا بيوتنا واعراضنا، ولما قلنا لهم اطلعوا عشان المواطن متضرر في جده
11/5 قلت لهم اقعدوا في بيوت المواطنين تطلعوا منها كيف؟ جايين حسي تقول لي يا اخي احنا قلنا لا للحرب عشان المتضرر المواطن؟ والله يا اخي جبتوا الرائحه ما كنا عارفين، تخيل ايه السذاجه دي. كلموا دعامتكم ديل يطلعوا من بيوت الناس عشان المواطنين المشردين اللي بيدفعوا الثمن ده يرجعوا فيها. الملف ده احنا لانه بالنسبه لنا فضيحه ومحرج وكارثه، ودي الحرب الحقيقيه، انه يحاربك جيشك ويحاربك موظفك بتاع الدوله، هو اللي يطردك، هو اللي يجيب لك القوه بتاعت الشرطه تذلك وتذلك قدام اطفالك وتذل زوجتك. دي هي الحرب الحقيقيه اللي بيعانوا منها الناس اللي حسح في مراكز كسلة او في عطبره، دي الحرب الحقيقيه. ما الم ولا وجع دخول الدعم السريع بيوت، زي ما انه يجي موظف هلفوت ما يسوى حاجه راكب عربيه مظلل يقول لهم بكره الصبح تفضلوا لي المدرسه دارج الرفاه طلبه. تقري فيها طلبه وين وزاره التعليم ذاتها اللي حتطلع لهم شهادات؟ وين مقررك المعتمد؟ عشان توري العالم انك انت في ثبات وانك في دي معسكراتنا بتاعت المستنفرين، دي قرايتنا. دي معسكراتنا بتاعت المقاومه الشعبيه، دي قرايتنا. قلنا ما في جرس الدقة في السودان ده ما لم أولاد القاعدين في القيادة العامة يطلعوا ويشوفوا أولادهم يطمئنوا عليهم ويسوقوا لحد باب المدرسة حتى لو مهدمة، يفضل عالم السودان سارية السودان والجرس ديل دارين منه، ديل دارينهم الجرس وعالم السودان. هم اللي بيصنعوا التغيير، هم اللي بيصنعوا التعليم، هم اللي بيصنعوا الأمة، بس ديل يكونوا واقفين تاني ما عندنا حاجة. المدرسة كلها تتمسح في الوطن ما مشكلة بتقوم، لكن ديل الحس ديل دوبهم دخلوا مرحلة الحرب الحقيقية، بحاربهم موظف، بحاربهم ضابط بتاع شرطة يجي يقيف قدام مرة راكدة في الأرض في مدرسة يقول لها اطلع لي من هنا عشان تجيب ولدك، يطلع شنو ولدك؟ إذا كان أنت أبوه بالأخلاق دي حيقروا له شنو ولدك؟ لو قروه ليوم الدين ما حيبقى زول، ما حيبقى سوداني، ما حيكون استفاد من معركة الكرامة. رسالة للولاد بيمارسوا في الظلم ده، احنا والله العظيم قلنا لكم قبل كده المساواة دي بنجيبها بيدنا، اقسم بالله العظيم جد. الكلاشات اللي حسيتوا قايلين لنا خلايا نايمة ديل، ما المواطنين ذاتهم حسي بكرة صباح بيجيلوا كلاشاتهم بيجوك داخلين جوا مكاتبكم. رسالة لناس عبرة الوقفوا والصدوا وصنعوا التغيير والمقاومة وكانت أول شرارة معسكرات الاستنفار. أخلاق المعركة بتمنعكم كمواطنين سودانيين اصحاب كرامه انه يزال مواطن قدامكم. اذا ما اتفتحت بيوتكم، اذا ما اتفتحت بيوت بديله، ده مواطن ما عنده حل، ما عنده في يده حاجه. ما عنده في يده حاجه، بيته اتحرق، السرق، اتهجر، عربيته اتسرقت، مصدر دخله السرق. جاكم لاجئ، لاجئ انه تحتويه، تحتويه لحد ما الحرب تنتهي. ما تتذمروا في الناس، ما تخربوا اجركم، ما تجيبوا الكفو والبلوى عندكم. شفتوها حصلت في حتات كثيرة لما الناس اتبترت على النعمة ويفتروا وتطاولوا على اللاجئين، زادوا في الأزعار وزادوا وغلوا وغلوا. الله سبحانه وتعالى قال لهم في النهاية بئر معطلة وقصر مشيد، قعدات يهودية بئر معطلة وقصر مشيد، ما عندهم أي قيمة. بيوت اللي كان بتتبني والغرف اللي بتتأجر بالمليارات، ما عاين لجيب المواطن، عاين لقلب المواطن. ما يكون عينك يا مسؤول يا دولة ويا يا 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 المستضيف انه في جيب المواطن، لانه سبحان الله القروش دي كلها جايه بتعب وشقى وبتشيلوها انتوا سمسره وخداع وغش، في النهايه بتنقلب عليك. ما تجيبوا البلا لروحكم. بكره الصباح احنا بنخاطب حسي دي القيادة في عطبرة، وبنخاطب القيادة في كسرة، بنخاطب أخواننا الرشادة كرماء أولاد راشد. يا أخي مشكلة كسرة دي بتاعت اللاجئين دي الحل حقها عندكم، حلوها. حتى لو اصطدمتوا مع الوالي، حتى لو اصطدمتوا مع الجيش ذاته، حلوا للمواطنين دي مشكلتهم، لأنه دي الحرب الحقيقية. الأسبوع ده هو تفويض القوات المسلحة، حينزل إن شاء الله دعم للقوات المسلحة من المواطنين،
وحينزل استنفار وحينزل معسكرات حتتفتح وألوية حتتفتح وتدريب وتسليح ومحاصرة وقتال وتحرير وانتصارات. ما عندنا حاجة تانية توقفنا. نسأل الله الرحمة والقبول للشهيد الفقيد محمد عبد الفتاح البرهان، ونسأل الله أنه يثبت قلب البرهان يا رب العالمين، ونسأل الله أنه ييقن وييقن والدته يا رب العالمين، نسأل الله أنه ينزل السكينة في قلبها يا رب العالمين، ونسأل الله أنه يوسع في قبره وينيره بنور وجهه الكريم يا رب العالمين، وبإذن الله بانتصارات، وبإذن الله الشعب السوداني قائم، وبإذن الله ما في جهة بتقدر تكسرنا، واستخدموا كل الحاجات اللي في يدهم وما حينتصروا، وإحنا غير الانتصار ما عندنا حاجة. حفظ الله القوات المسلحة، حفظ الله الشعب السوداني، حفظ الله السودان، حفظ الله الانصراف.